تتواصل الاحتجاجات الشعبية في الداخل الإيراني ضد سياسات نظام الولي الفقيه التي تقود البلاد إلى نفق مظلم. وخرج الآلاف من المتظاهرين تنديدا بسياسات النظام الإيراني في عدد من المحافظات جنوب البلاد، فيما وثقت وسائل التواصل الاجتماعي اشتباكات بين المتظاهرين وقوات أمن النظام في عدد من المدن الإيرانية، وإصابة العشرات من المحتجين من بينهم نساء وأطفال. يأتي ذلك فيما تستمر المظاهرات الحاشدة للمواطنين في مختلف المدن والمحافظات الإيرانية، وخصوصا في العاصمة طهران، منذ ما يزيد على 6 أشهر، حيث يطالب المتظاهرون بإسقاط نظام الولي الفقيه واستبداله بنظام ديمقراطي يحفظ حقوق الشعب المنتهكة، ويوقف المجازر المستمرة ضد المواطنين والسجناء.